ننتقل حاليا لمدير الائتلاف ضد العنصريه المحامي نضال عثمان. يسعد صباحك. نعم، هذه الحمله، نعم الحمله عمليا هاي اجت في هذا الوقت بالذات، لانه نعرف انه في فصل الصيف عمليا يكثر وبشكل طبيعي حضور الجمهور الى برك السباحه. نعم. وحضور الجمهور الى برك السباحه عمليا يحتم التقاء مع الاخر في هذه الحاله، اصحاب ومشغلي البرك بالاماكن المختلفه. يعني الحمله اللي قمنا فيها مع رضا وتحضير الفيلم، ورضا الرائع المبدع كمان اللي قام بالمشاركه بهذا الفيلم القصير كجزء من الحمله، الحمله بلشت بانه بعثنا ل 300 بركي في البلاد، بالاساس لمجالس اقليميه لكيبوتسات لحتى مشغلين خاصين او للبرك، توجهوا بانه التمييز على خلفيه عنصريه كان على اساس الانتماء القومي او اللون او غيره، هو تمييز ممنوع حسب القانون بالاساس لتحذيرهم من التمييز ضد العرب وضد مجموعات اخرى في هذه المرحله اللي وهي الفترة اللي يكثر عمليا قدوم الجمهور الى برك السباحة كونه موسم عمليا. نعم، يعني سؤال بشقين حاليا استاذ نضال، في البداية هل تربط تنول احداث العنصرية وعلى سبيل المثال النموذج اللي بلشنا فيه فقرتنا هذا انهار، هل تربطها في السياق ربما والمرحلة السياسية اللي احنا عايشين فيها؟ وفي المقابل شو نصائحك لنا كمواطنين وكناس طبيعيين اللي بدنا نروح بالصيف على المسابح، كيف نتعامل مع حالات من هذا النوع؟ طبعا كل ارتفاع في حالات العنصريه مرتبط بالوضع السياسي العام والتحريض العنصري من قبل قيادات سياسيه دينيه في البلاد ضد مجموعات الجمهور، بالاساس الجمهور العربي المواطنين العرب في البلاد، ولكن ايضا ضد مجموعات اخرى، وبالتالي هذه او هذا التحريض يترجم الى ممارسات مباشره ضد الجمهور. يعني عندما نتحدث عن برك السباحه، نعم هناك من يتاثر من التحريض العنصري تجاه العرب، وبالتالي قدومنا الى برك السباحه بالاماكن المختلفه يشكل لربما جزء من دخول الاخر، كوننا نحن بهذه الحاله الاخر الى البرك والاختلاط، ويقوم بعض القيمين على برك السباحه بالتمييز ان كان المدراء او ان كان من يدير البركه بالوقت العيني الذي يحضر به المواطن او العائله العربيه الى البركه. طبعا توجيهي بشكل واضح للجمهور العربي، لا يحق حسب القانون لا يحق لاي شخص ان يميز ضدك في الدخول لمكان عام، وبركه السباحه وحتى ان كانت في ملكيه خاصه فهي معرفة حسب القانون كمكان عام. صحيح. وبالتالي ممنوع التمييز بالدخول لبرك السباحة كونها مكان عام، هذا ما يجب على الجمهور أن يعرفه. ممنوع التمييز بالدخول كمان في فرقية السعر، يعني هناك برك كنا يعني اكتشفنا أنه في برك في القدس يعني يدفع إليها اليهود مبلغ معين والعرب يدفعون مبلغا مضاعفا لدخولهم للبركة، وقمنا بمعالجة القضية وتم الغاء هذا عمليا هذه الممارسه. الان الجمهور الذي ممكن ان يتعرض لمثل هذه الحاله، مهم جدا التوثيق، يعني قام المشارك معك في البرنامج بتوثيق الحاله وهذا مهم، ولكن التوثيق لهذه الامور قدر الامكان، يعني احيانا لا يمكن الهدوء امام هذه الممارسات العنصريه، ولكن التوثيق جدا مهم، اما الصوتي او الفيديو التصوير، لأن التوثيق جزء أساسي بإمكانية تقديم دعوة ضد البركة وأصحاب البركة ومن يقوم بهذا التمييز، ولكن أيضا مهم جدا تقديم شكوى في الشرطة حسب القانون، هذه مخالفة جنائية أيضا، ويمكن تقديم شكوى بالشرطة ويجب تقديم شكوى بالشرطة لأنها تساعدنا أيضا في المسار المدني حين تقديم دعوة تعويضية ضد البركة ومن يديرها. نعم، المحامي نضال عثمان مدير الائتلاف ضد العنصرية، شكرا جزيلا على مداخلتك هاي.